بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على فاراديز لا، واتكلمنا ازاي ان هو بيتوافق مع الهول افكت او الهول فينومينا، وان الاي ام اف لو كملت الانديوس الكتريك فيلد دوت دي ال بتعطي نفس النتيجة اللي هي بتيجي من تغير حسابات الفلوكس لينكج مع الزمن. هي النقطة كالآتي، ان انا دلوقتي دخلت في الداينامكس، وهل الداينامكس العلاقات بتاعتي فيها بتختلف عن العلاقات بتاعت الستاتيكس؟ نبص للعلاقة دي. لو افترضت ان السلك بتاعي اللي هو ال ده عبارة عن كلوز لوب، يبقى هكمل هنا ال EI dot DL على كلوز لوب. هل ده بيساوي صفر زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الستاتيكس، ولا الحالة دي هتكون مختلفة؟ في الواقع هتكون مختلفة. هنكتشف ان التكامل على كلوز لوب of E dot DL is no longer equal to zero. كده دخلنا في الداينامكس، ازاي العلاقات في الداينامكس بتختلف عن العلاقات في الاستاتيكس. فدلوقتي هنتكلم على ماكسويلز ايكويشنز ان ذا داينامكس. فهنبتدي بفاراديز ماكسويلز ايكويشن، اللي هي ايه ماكسويلز ايكويشن في الداينامكس، وهنبتدي بالانتجرال فورم، وبعد كده هنستنتج الديفرنشال فورم زي ما عملنا قبل كده في الاستاتيكس برضه. عشان نستنتج هذه العلاقه في الداينامكس هفترض ان انا عندي لوب بالشكل ده، واللوب دي بتحصر سيرفس بالشكل ده، وان عندي هنا ماجنتيك فيلد ماشي بيخترق هذا السيرفس. بما ان اللوب هنا عباره عن 1 تيرن، يبقى الفلكس لينكج هو عباره عن الفلكس اللي بيخترق هذا السيرفس. الاي ام اف اللي جنريتد في اللوب بتاعتي هي عباره عن ماينس دي ابساي ام باي دي تي، وابساي ام هي عباره عن بي دوت دي اس. لكن في نفس الوقت الـ EMF هي هتكون تكامل E dot DL على اللوب دي كلها. إذن لو سويت الاثنين ببعض يبقى الـ EMF هي التكامل بتاع E dot DL هي minus D Psi M by DT، و D Psi M by DT هي D by DT double integration of E dot DS by DT. وبالتالي بما أن S ثابتة، فإذن التفاضل ده هيكون أساسا هو DB by DT. إذا أقدر أستنتج هذه الصيغة إن التكامل على closed loop of E dot DL عبارة عن minus double integration of partial partial T of B dot DS. دي في الواقع هي الفاراديز ماكسويل equation in the dynamics in the integral form. هنقول إنها مختلفة عن الستاتيكس أو إنها generalization للستاتيكس، لأن في الواقع لو B ما كانش بتتغير مع الزمن فدي B by DT بيساوي صفر، وبالتالي تكامل على closed loop of E dot DL بيساوي صفر. فإذا العلاقة دي في الداينامكس تغطي أيضا حالة الستاتيكس، وبالتالي هي المور جنرال ريليشنشيب لماكسويلز إيكويشن. تعال نشوفها في الديفرنشال فورم. الطرف الشمال من معادلتنا اللي هو تكامل E dot DL على closed loop باستخدام ستوكس ثيرم، هو عبارة عن double integration على السيرفيس S of curl E dot DS. إذا ما أقدر أكتب الطرفين بالشكل الآتي، الجزء ده اللي هو التكامل على كلوز لوب بيساوي الجزء ده اللي هو جه من الستوك ثيرم بيساوي الجزء ده من الانتجرال فورم. فلو لاحظت انا هنا دبل انتجريشن على السيرفيس بتاع كيرل اي دوت دي اس بيساوي دبل انتجريشن على السيرفيس وبارشال بي بارشال تي دوت دي اس، وبالتالي الجزء ده اللي هو الكيرل اي بيساوي ماينس بارشال بي بارشال تي. هذه الديفرنشال فورم او البوينت فورم بتاع فاراديز ماكسويلز ايكويشن. Again في الاستاتيكس كان كيرل اي بيساوي صفر، وكنا بنقول ان الالكتريك فيلد از نوت روتيشن، كيرل اي بيساوي صفر. هنا لو حطيت بي از كونستنت وذ تايم هيكون البارشال بي بارشال تي بصفر، وبالتالي ايضا العلاقه دي نقدر نقول ان هي مور جنرال تغطي بوث حاله الاستاتيك وحاله الديناميك. ودلوقتي بما اننا لاحظنا ان في واحده من معادلات ماكسويلز ايكويشن اتغيرت واخذت مور جنرال فورم في الداينامكس، تعالوا نشوف ايه اللي حاصل دلوقتي في ماكسويلز ايكويشنز ان ذا داينامكس. ريفيزيتنج ماكسويلز ايكويشنز، هي دي المعادلات اللي كانت عندي في الاستاتكس، ودلوقتي احنا عايزين نبص لهم في الداينامكس. دي في دي بتساوي روس اوف في مش هتتغير، هي دي في دي بتساوي روس اوف في. لو دي از فانكشن اوف تايم روس اوف في هتكون فانكشن اوف تايم بنفس الاسلوب. دي بي بتساوي صفر برضه مش هتتغير، لو بي is a function of time always divergence بتاعها هيساوي صفر. دلوقتي كيرل اي كانت بتساوي صفر دلوقتي بقت ماينس بارشال بي بارشال تي. طب ايه الموقف بالنسبه لكيرل اتش بيساوي جي اللي هي امبيرز لا؟ عايزين نشوف الكلام ده هيحصل له ايه دلوقتي في الداينامكس.
but we have to revisit now Ampere's law in the dynamics. Revisiting Ampere's law, the displacement current. عشان ندخل في الموضوع هنحط شوية نقاط نحاول نسترجعها مع بعض. النقاط الأساسية هي كالآتي: أول نقطة إن الـ conduction current can only flow in conducting material. لو عندي dielectric perfect dielectric مفيش conduction current يقدر يمر فيه. تاني نقطة إن لو عندي dielectric لو بتحط عليه dynamic changes يعني الفيلد بتغير مع الزمن هيحصل إن الشحنات داخله هيحصل لها dynamic polarization. فلو الشحنات الداخلية داخل هذه المادة اللي هي bound charges اتحركت تبع تأثير الفيلد هينتج عن ذلك تيار متغير حسب تغير الفيلد نفسه. هذا النوع من التيار بنسميه displacement current لأنه مختلف عن الكوندكشن كارنت. الكوندكشن كارنت الشحنات بتمشي في المجال وبتتحرك وبتسيب أماكنها، بينما هنا الشحنات نقدر نقول إن بحصل لها small displacements نتيجة time varying polarization. النقطة الثالثة اللي عايزين نقولها إن زي ما تعلمنا في circuits لو عندي conductor بنمثله بال internal resistance بتاعته، ولو عندي perfect dielectric بمثله بكاباستور. لو عندي جنرال ماتيريال هيكون فيها العنصرين، هيكون فيها الكوندكشن وهيكون فيها الكاباسنس، فبنمثلها ببارل كومبينيشن اوف ريزيستنس اند كاباسنس. تعالوا نبص في الصوره الاولانيه دي. لو حطيت كوندكتور على التوالي مع دايلكتريك فده يمثل بريزيستنس متوصله على التوالي بكاباسيتور. وفي هذه الحاله لو انا بتكلم على ستاتيك سيتويشن الكرنت بتاعي ما يقدرش يمشي في الكاباسيتور وبالتالي التيار في هذه الكومبينيشن هيكون بصفر. لكن لو كان في تغير مع الزمن التيار بتاعي بيمر في الكاباسيتور وده احنا عارفينه من السيركوتس. لكن ازاي التيار هيمر في الكاباسيتنس؟ اللي بيحصل ان التغيرات مع الزمن في الفيلد الموجود داخل الدايلكتريك هيتسبب في الديسبليسمنت كرنتس اللي احنا اتكلمنا عليها، وفي هذه الحالة هتكون الديسبليسمنت كارنت هتساوي الكوندكشن كارنت اللي حصل في الكوندكتور. واحنا عارفين الكلام ده من الدوائر الكهربية ان التيار المتغير بيمر في الريزيستنس والكاباسيتنس، وده نفس التيار اللي خرج من الريزيستور هيكون يساوي التيار اللي داخل الكاباسيتور من الكونتينيوتي ايكويشن. تعالوا نشوف بقى الحالة بتاعت الجنرال ماتيريال. لو عندي جنرال ماتيريال في كوندكشن وفي ديسبليسمنت، الكوندكشن إلمنت هنعبر عنه بالريزيستنس والديسبليسمنت إلمنت هنعبر عنه بالكاباسيتنس. في هذه الحالة التيار الكلي اللي بمر في المادة هنا هيكون جزئين، جزء كوندكشن كارنت وجزء ديسبليسمنت كارنت، فهنا معبرين عنه هنا بآي توتال عبارة عن آي كوندكشن أوف تي بلس آي ديسبليسمنت أوف تي. لو حبينا نكتب الكلام ده في صيغة كارنت دنسي فيكتور هيكون جي توتال عبارة عن J conduction of T plus J displacement of T. احنا عادة بنكتب J conduction as J، ما بنسميهاش J conduction، عادة بنسميها J. J displacement دي اللي هي جديدة في التعبير بتاعنا، وده عبارة عن التوتال J. تعالوا نشوف بقى الكلام ده ازاي هيغير لنا Ampere's law اللي احنا تعودنا عليه قبل كده اللي هو curl H بيساوي J. هل كيرل اتش بيساوي جي جي كوندكشن فقط ولا جي توتال؟ تعالوا نبص في المعادلات. امبيرز لو فور ستاتكس كيرل اتش بيساوي جي، لكن الكرنت كونتينيوتي ايكويشن بتقول الدايفرجنس اوف جي بيساوي ماينس بارشال رو في بارشال تي. هل الجي دي هي الجي دي؟ هنلاقي ان في تناقض. لو اخذت الدايفرجنس بتاع كيرل اتش اللي هو نفسه الدايفرجنس بتاع جي، الدايفرجنس بتاع اي كيرل معروف انه بصفر، لكن في نفس الوقت الدايفرجنس بتاع جي ما بيساويش صفر في الداينامكس، وبالتالي نحصل هنا تناقض. اذا الجي الموجوده في الدايفرجنس اوف جي غير الجي الموجوده في الكيرل اتش. معروف ان الجي الموجوده هنا في الكونتينيوتي ايكويشن دي جي كوندكشن، اذا الجي دي هتكون في الغالب هي الجي توتال. وتعالوا نشوف الكلام ده. هقول لو الدايفرجنس بتاع كيرل اتش بيساوي صفر، اذا الكلام ده ما هيكونش الدايفرجنس بتاع جي فقط، هيكون في عنصر اخر هنا وليكن اسمه جي فور ناو. يبقى الدايفرجنس اوف جي بلس جي هو بيساوي صفر.
الديفرجنس في جي لوحده ماينس بارشال رو في بارشال تي، وادي الديفرجنس بتاع جي العنصر اللي احنا اضفناه جديد. إذن كيرل اتش هو في الواقع تو كومبوننتس، جي اللي هي الكوندكشن بلس جي، وزي ما هنشوف في الواقع الجي دي هي في الواقع جي ديسبليسمنت، دي تعبر عن الديسبليسمنت كارنت. تعال نشوف الكلام ده. لو بصيت في المعادلة دي بقى دلوقتي، يبقى الديفرجنس بتاع جي هو بارشال رو في بارشال تي، لكن رو في هي الديف دي، دي اللي هي الفلكس دينستي فيكتور دي. الديفرجنس اوف دي بارشال بارشال تي هو زي الديفرجنس اوف بارشال دي بارشال تي. يبقى لو بصيت للمعادلتين دول بقى، ديف جي هي ديف بارشال دي بارشال تي، اذا جي هي بارشال دي بارشال تي، هو ده الديسبليسمنت كارنت. فأحيانا حتى نسمي دي مش فقط الفلكس دينستي فيكتور، فأحيانا بيطلق على الاسم الديسبليسمنت فيكتور. إذا كيرل اتش هو عبارة عن جزئين، جي كوندكشن وجي ديسبليسمنت، التيار اللي ماشي في الكوندكشن إلمنت والتيار اللي ماشي في الدايلكتريك اللي هو عبارة عن تايم فيرينج ديسبليسمنت اوف ذا باوند شارجز نتيجة الابلايد تايم فيرينج فيلد. وبالتالي دلوقتي علاقة أمبيرز لا كيرل اتش بيساوي جي، دلوقتي هنعدلها ونكتب بدلها، هتبقى كيرل اتش equals جي plus partial دي partial تي. دي general form بتاعت أمبيرز لا، هي دي البوينت فورم ودي صيغتها في الانتجرال فورم. يبقى دلوقتي لو رجعنا لماكسز ايكويشنز هنلاقي ان احنا غيرنا معادلتين فيهم، دي في دي بيساوي رو في، دي في دي بيساوي رو في، دي في بيساوي صفر، دي في بيساوي صفر، لكن الكيرل اي بتساوي صفر، بقى دلوقتي كيرل اي ايكوال تو ماينس بارشال بي بارشال تي، والكيرل اتش بتساوي جي، دلوقتي بقى الكيرل اتش بتساوي جي بلس بارشال دي بارشال تي. دي التايم فيرينج موديفيكيشنز اللي حصلت في ماكسويل ايكويشن سو فار. بعد كده عايزين نشوف بقيه المعادلات اللي تهمنا في هذا المجال، وخاصه المعادلات اللي هي خاصه بالبوتنشال. فاحنا اوريدي شفنا الاربع معادلات الاولانيين دول، تعال نشوف ايه اللي هيحصل لاي ايكوال ماينس جراد في، تعريف السكيلر بوتنشال في الالكتروستاتكس، تعريف الماجنتيك فيكتور بوتنشال بي بتساوي كيرل اي اند ديف اي بتساوي صفر، البوسانز ايكويشن بتاع السكيلر بوتنشال، والبوسانز ايكويشن بتاعت الفيكتور ماجنتيك بوتنشال، ايه مظاهرهم في الداينامكس. لقطة سريعة هنا بتوري التغييرات اللي حصلت فيه. equal minus grad v نضيف لها minus partial a partial t. b equal curl a and v a بتساوي صفر نضيف لها minus mu epsilon partial v partial t. del squared v بيساوي minus rho v على epsilon نضيف لها mu epsilon second derivative of v with respect to t. del squared a equal minus mu j and the flaha mu epsilon second derivative of vector a with respect to t. تعالوا نشوف البروفس for all these variations واحدة واحدة. هنبتدي بدي زي ما قلنا، هنبتدي بالبروف بتاع e equal minus grad v minus partial a partial t، ودي في الأساس في الاستاتيكس كانت e equal minus grad v. فلو عملنا curl on both sides هيبقى curl e بيساوي curl of minus grad v. في الاستاتيكس كان بصفر، لكن في الداينامكس كان في minus partial p partial t. إذا في الواقع الكيرل e هنا لازم يدخل له minus partial p partial t عشان نحقق المعادلة بتاعت كيرل e بيساوي minus partial p partial t. الجزء ده anyway بصفر، لأن الكيرل بتاع أي gradient بيساوي صفر. هنسيبه في المعادلة لأن احنا عايزينه، لأن في النهاية أنا عايز أشيل الكيرل، فالجزء ده أنا مش عايز أشيله دلوقتي. فعيد كتابة المعادلة هنا، curl of minus grad v minus partial partial t، وبعدين ال b هي curl a، ده تعريف الماجنتيك فيكتور بوتنشال. فعندي هنا curl وعندي هنا curl، اخد الكيرل مشترك بره، يتبقى لي جوه minus grad v ويتبقى لي partial a partial t. لو شلت الكيرل بقى من الطرفين، تعال نشيل الكيرل ده، تعال نشيل الكيرل ده ونشيل الكيرل ده أصلا، يتبقى لي إن الـ E هي عبارة عن minus grad V minus partial A partial T. ده التعديل اللي طرأ على المعادلة دي، E بيساوي minus grad V minus partial A partial T. كـ verification للي حصل،
تعال نعمل curl on both sides. curl E بيساوي curl of this curl of this part here بصفر، وتبقى curl of minus partial A partial T اللي هو minus partial partial T curl A اللي هي minus partial B partial T. حققنا المعادلة، عملنا verification ليها. ننتقل للمعادلة الثانية. فاكرين ده الشكل اللي احنا ايه هنوصل له، ديف A بيساوي ودال سكورد A بيساوي. هنعوز المعادلة دي معانا فكتبناها، دي اللي احنا وصلنا لها بخصوص E equal minus grad B. هنبتدي بكيرل H بيساوي J plus partial D partial T، ده التعديل اللي عملناه على الأمبيرس لا. هنحط ال H بيقال ميو، وهنحط ال D بأبسلون E، وبعدين هنضرب الطرفين في ميو. هيبقى عند الطرف اليمين ميو J plus ميو أبسلون partial E partial T، وبعدين هعوض عن كيرل B بكيرل of كيرل A لأن ال B هي كيرل A. يبقى كيرل كيرل A بيساوي ميو J plus mu epsilon partial partial t of e. e لسه كاتبينها، يبقى حط e، هذا عوضت عن ال e. زي ما احنا عارفين من الفيكتور ايدنتيتيز ان كيرل كيرل a هي عباره عن grad div minus del squared. This is a famous vector identity. الكلام ده بيساوي طرف اليمين زي ما هو mu j، وبعدين طلعت اشاره الناقص بره بقت minus mu epsilon، وعندي هنا grad of partial v partial t grad of partial v partial t، وبعدين عندي هنا second derivative of a with respect to t squared. هعيد ترتيب ال terms في المعادلة، هذه المعادلة بتاعتي. هحط ال del squared a on one side والباقي هوديه on the other side، وهجمع two gradients مع بعض اللي هم two terms دول في داخل قوس واحد اهم. ودلوقتي نفتكر حاجة مهمة جدا، لو تفتكروا كان في تعريف ال magnetic vector potential ان انا كنت معرف ال B equals to curl A، وكان ده تعريف باكورد شوية لان انا بعرف تفاضل ال A بان هو B، الكيرل ما هو عملية تفاضل. اذا التعريف بتاع ال A ينقصه معلومة اخرى علشان تكمل ال degree of freedom اللي سابها التفاضل. يبقى تعريف ال A ينقصه معادلة اخرى لان احنا عرفناه بالتفاضل بتاعه فقط، وهذا يعطينا 1 degree of freedom في التعريف. فاحنا كنا في الستاتكس عرفنا ديف A بيساوي صفر، هنا هعرف الديف A بماينس هذا الكلام بحيث الجزء ده من المعادلة بيساوي صفر. فده اختيار انا اخترت عشان اكمل بيه تعريف الماجنتيك فيكتور بوتنشال. فدلوقتي التعريف الجديد للماجنتيك فيكتور بوتنشال بتاعي هو B بيساوي كيرل A، وبدل ديف A بيساوي صفر هيكون ديف A بيساوي ماينس ميو ابسلون بارشال V بارشال T. يتبقى عندي دلوقتي دال سكوير A بيساوي هذا الجزء، وهو ده اللي كاتبينه احنا هنا، اللي هو دال سكورد A بيساوي ماينس ميو J بلس ميو ابسلون سكند ديريفيتيف اوف ذا ماجنتيك فيكتور بوتنشال A وذ ريسبكت تو T سكورد. كده ضربنا عصفورين بحجر، ورينا دلوقتي التعديل بتاع الديف A، ورينا التعديل بتاع الدال سكورد A. يبقى كده انا حققت ثلاثة من المعادلات بتوعي في الجدول اللي شفناه من شوية. تعالوا بص في الجدول كده عشان نراجع. فانا دلوقتي ورينا البروف بتاع دي، ورينا البروف بتاع دي، وايضا ورينا البروف بتاع دي. فاضل اخر ترم اللي هو ده اللي هو بوسانز ايكويشن اللي كانت في الاستاتكس بهذه الصيغه، هنشوف شكلها ايه في الداينامكس دلوقتي. برضه هنعوز معادله سابقه من المعادلات اللي اثبتناها قبل كده اللي هي ديف A بيساوي ماينس ميو ابسلون بارشال V بارشال T. وتعالوا نبتدي ب جاوسز لا، ديف D بيساوي رو V، هعوض D بابسلون E فبقت ابسلون ديف اي بيساوي روس اوف في، لكن في نفس الوقت الاي عندي هي عباره عن ماينس جراد في ماينس بارشال اي بارشال تي. اثبتنا الكلام ده. دايفرجنس اوف جراديانت بي دال سكويرد، ويتبقى الدايفرجنس بتاع الاي. الدايفرجنس بتاع الاي عندي هنا، هجيب ده واحطه في الدايفرجنس بتاع الاي، واعيد ترتيب التيرمز في المعادله واطلع الدال سكويرد في بره على الشمال، هيطلع عندي المعادله بالصيغه دي اللي هي ماينس رو في على ابسلون، وتبقى ميو ابسلون سكند ديريفيتيف اوف في وذ ريسبكت تو تي سكوير. هذه المعادله الاخيره اثبتناها. يبقى كده احنا عندنا العمود ده في هذا الجدول يمثل كل التغييرات اللي هتحصل نتيجه الداينامكس. الاربعه الاولانيين هم ماكسيمز ايكويشنز، والاربعه التانيين هم علاقه الفيلدز بالبوتنشال سواء الالكتريك بوتنشال او الماجنتيك بوتنشال. في الصفحة دي بنعيد كتابة الـ time varying equations both الـ point form والـ integral form.
الديفرنشال فورم والانتجرال فورم. فهذه فاراديز لا كيرل اي بيساوي ماينس بارشال بي بارشال تي. امبيرز لا كيرل اتش بيساوي جي بلس بارشال دي بارشال تي. جاوسز لا فور الكتريك فلوكس. جاوسز لا فور ماجنتيك فلوكس. الماتيريال ريليشن شيبس. وهذه الانتجرال فورمز بتاعتهم. بيهمنا الديفرنشال فورمز اساسا علشان هم اللي بيساعدونا ان احنا نكون بيهم differential equations ونحل general problems ونحط boundary conditions ونطلع الفيلدز والpotentials اللي احنا بندور عليهم. اخر جزء في هذا الشابتر وفي الفيديو ده هنتكلم على inductance under time varying currents. نفتكر المعادلات دي كلها اللي هي خاصة بتعريف self inductance وتعريف mutual inductance، وبعدين الفلوكس اللي في كويل 1 جزء منه نتيجة الاون كرنت وجزء منه نتيجة الكرنت في الكويل الآخر. الفلوكس في الكويل 2 نفس الشيء. وعرفنا من فاراديز لا ان الـ EMF هي تفاضل الفلوكس لينكج مع الزمن، فتعالوا نعوض لاندا 1 اللي هي الفلوكس لينكج في كويل 1 ونفضلها مع الزمن، هتبقى ماينس L1 دي I1 باي دي تي ماينس M دي I2 باي دي تي. الـ EMF في كويل 2 هتبقى ماينس M دي I1 باي دي تي minus L2 di2 by dt. الفولتج across any coil هيكون minus الـ EMF الداخلة في هذا الكويل، وبالتالي الفولتج drop across a coil عبارة عن L1 di1 by dt plus M di2 by dt وهكذا. لو ما فيش M يعني ما فيش mutual وعندي 1 inductor فقط وليكن L1، هيكون V1 عبارة عن L1 di1 by dt. دي العلاقات الشهيرة اللي بنستخدمها في circuit theory اللي هي الـ voltage is L di by dt. في الـ phasor domain V phasor عبارة عن J omega L I phasor plus J omega M I2 phasor. كلام استخدمناه في السيركوس بنشوف دلوقتي انه في الواقع جاي من فاراديز لا. في النقطة دي مهم ان احنا نفهم ان القوانين اللي استخدمناها في السيركوس قبل كده كلها based on field theory. شفنا أومز لا إزاي إن أصله في الفيلدز، شفنا أيضا الفولتج أكروس الكاباستور، دلوقتي بتشوف الفولتج كارنت ريليشن شيب في الاندكتور، قبل كده أيضا شفنا كي في إل وكي سي إل كلهم أساسا مستنتجين من الفيلد ثيوري. ودي الصفحة الأخيرة في هذا الفيديو بنتكلم عن إنرجي ستورد أند باور إن اندكتورز. في الواقع هنكتشف إن العلاقات بتاعتنا اللي إحنا شفناها في السيركوت ثيوري قبل كده بتتطابق مع العلاقات اللي احنا بنشوفها في الفيلد ثيوري ايضا. فهنا في النهايه هنشوف ان الانرجي دنسيتي هي في الواقع هاف بي سكويرد على ميو او هاف ميو اتش سكويرد او هاف بي تايمز اتش. نفس العلاقات دي هي في النهايه هتكون بالظبط زي اللي احنا شفناه في السيركوت ثيوري اللي هي هاف ال اي سكويرد.